حضرانه سید الشهدا علیه السلام و ضمن آرزوی قبولی عزاداری ها، نوکری ها، عرض ارادت ها، امیدوارم خداوند همه این عرض ارادت ها رو به شایستگی از همه تون قبول بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. خیمه ها می سوزد و شمع شب تار عزاست. خیمه ها می سوزد و شمع شب تار عزاست. کربلا ماتم سراست، کربلا ماتم سراست. مجمع پیغمبران در قتلگاه کربلا است. کربلا ماتم سرا. یک طرف در خاک و خون دیسر شده چون گلی پرپر شده. یک طرف مهد بلا جهواره اصغر شده، خاک غم بر سر شده. یک طرف پر پر گل رخساره اکبر شده، غرق خون پیکر شده، غرق خون پیکر شده. در خیام آل طه شعله آتش به پا، کربلا ماتم سراست، کربلا ماتم سراست. شام غریبان و نمیدونم عمری باقی میمونه تا سال آینده، این شبای با صفایی که در پیش شما بود و باش به نحو احسن استفاده کردید تکرار میشه یا نه؟ ان شاء الله خدا به همتون
عمر با عزت و با برکت بده، همینطوری که این شبها مجالس ابی عبدالله رو رونق دادیم، انشالله ذخیره قبر و قیامتمون باشه. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموت، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم وحرب لمن إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة
ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لغتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وولي لمن والاكم وعدو لمن فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا
به مصیبت ای مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفرت اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين وابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا ما تمرد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى خس أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا
ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.